جنة جنة جنة. الله يا وطننا، الله يا وطننا. الأردن يا حبيب يا بتراب الطيب، الأردن يا حبيب يا بتراب الطيب. حتى نارك جنة، حتى نارك جنة. جنة 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 الله يا وطننا. جنة 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 والأردن يا وطننا، من داخل طلة جلعد مدينة الصلف الحبيبة. طلينا عليكم اليوم بطيلة الثلاث ساعات لبرنامج يوم جديد، والآن بالساعة الأخيرة مش كثير ضل معانا لفقرة مطبخ يوم جديد من داخل هالطلة الحلوة برفقة السيد بلال عاشور الشيف. بلال عاشور زميل عزيز، حياك الله يسعدك. تمام، خلينا نحكي ايش عملنا ونعيدها عشان يضل المشاهد معنا اول باول. يلا بدينا بالدجاج. نعم اخذنا بدينا بالدجاج، حطيناه على القلايه. نعم. بزيت زيتون قلبناه خمس دقائق، بعدها بتجيب الفخاره بتحطي تحتها مرميه عشان المرميه تعطيك الريحه للدجاج. كثير صفينا صفينا الدجاج، حطينا بصل طرطور صوص وبتنجان. نعم. بندخل على الفرن 12 دقيقة بالضبط. نعم. عشان كمان الدجاج ما يشد. صح. يضل ما ينشف. ما ينشف، يضل طري. 12 دقيقة بتطلع، بتطلع هي جاهزة زي ما هي. نعم. ما بدها أي شغلة. تمام. بإمكانك تحط عليها شوية بندورة ناعمة. حط يا سيدي بندورة. شوية بندورة ناعمة. وتحط لك عليك روزماري. روزماري إكليل الجبل. إكليل الجبل. نعم. بس خفيف. نعم. إشي خفيف، ديكور خفيف، كل شيء خفيف. أنا يعني ممكن الست تطبقها. طب لو خطر في بالها تطبقها بجاج بعظمه، شو رأيك؟ بسير. أو صدورة لحال بدون ما تقطع وتفرم. بصير، بس بتحط مع الصوص بقدونس كزبرة عشان يعطيك نفس الطعم بال. إذا البهارات اللي إحنا طحناها مع الدجاج وحطيناها أقراص، ممكن إحنا نفس صدور الدجاج عشان أنت ما تتغلبي أو قطع شيش مثلاً. بصير. تحطي لها البهارات والباقال العطرية اللي حطها الشيف، وبعدين أنت تعمليها صينية. بصير. غموس بالخبز. غموس هي أسكى شيء بالغموس. يعني أسكى غموس نكون هيك مجتمعين. نعم. عيلة وتاكل. البتنجان مع قشره قال لي ناس. مع قشره 100%. تمام. يلا يا سيدي تفضل. الله يسلم ايدك يا رب. تحت أمرك. شكرا لك. تحت أمرك. تمام. إذا عملنا فخارة اللي هي لامشوبس أو اللي هي الرياش، سويناها مع خلطة التمر. التمر هندي. الهندي، وبعدين أوكي. سوينا كمان فخارة الأرمن. دجاج أرمن. فخارة أرمنية مع تراتور صوص وقطع الباذنجان المقلي. مقلي. يلا نغني ونعزف. بدك تحت أمرك. على ورق الجرجير. ورق الجرجير. يلا خلينا نشوف وصفة ورق الجرجير. ورق الجرجير. بدك البورد؟ بدي. لا ما بدي، بس احط عندي. أنا بساعدك تدلل. الله يسلمك يا رب. يلا تفضل. طبعاً ورق الجرجير إشي مفيد جداً للصحة. نعم. هلأ في جرجير البري البيبي روكا، شو رأيك بالموضوع؟ جداً رائع. طيب وشكله حلو. برزنتبل هيك لصحة. هو مزبوط في شوية مرار بس جداً رائع. صح. أنا بس هو هذا المرار هاي اللسعة اللي بتميزه. هاي الحلو. هسا في أكل كثير في مرار. نعم. بالعالم حاليا. نعم. في اكل كثير في مرار. يعني على سبيل المثال كمان في اكل كثير بالعالم خاش في فواكه. احنا هون لسه بالاردن مش صحيح مش مستوعبين الموضوع. في فواكه بالاكل. يلا هسه راح نسوي سلطه جرجير. يلا الجرجير طبعا راح نسويها احنا مع فواكه. نعم. جرجير. تفضل. ورق جرجير مغسول 100%. نعم. معقم طبعا. تغسليه بتحطيه تنقعيه شوي ما يوسنج، بعدها بتصفي التلج. خلينا ندعس بريك عند هالكلمه هاي. تحت امرك. لما تشتريها دبلانه شوي ضمه الجرجير بقدونس نعنع الورقيات الخضراء، ثلج او مي بارده بنعنش. بنعنش مباشره وما بدبل ولا بدبل ولا شيء. شكرا شيف. يلا لا تحت امرك. راح نتبلها بشغله بسيطه كمان. يلا بدي كل الدافع. خلينا على البساطه اليوم. اليوم على البساطه. ليمون وزيت. ايوه فينيجريت. بس فينيجريت الاساس الفينيجريت. نعم صحيح. ليمون وزيت بس، عباره عن ليمون زيت زيتون. زيت زيتون وليمون ولي عصير ليمون. عصير ليمون بضل يلمعه هيك بضل يلمعه مسأسة وزاكي 100%. إلك حلم مسأسة يا شيخ. أنا بحب، أنا دائما بسمعك دائما على التلفزيون مسأسة. طب شو من وين جبتي هالكلمة هاي؟ هاي كلمة خليلية للإشي اللي عليه سمنة أو لية وهيك حركاتك يعني تكاتك يا شيخ. طب خلنا اليوم نعزمكم على قدة خليلية كمان. بنتشرف. الله يسعدك ويقويكم. تحت أمرك. تمام. إذا ورق جرجير. ورق جرجير. عصير ليمون. عصير ليمون. زيت زيتون. زيت زيتون. يوم. ملح. ملح. شوية فلفل أسود مش أبيض. أسود. زاكي. زاكي. تمام. الناس تحط أبيض. خطوة جريئة فلفل. نخلطهم. تمام. بعد ما نخلطهم شوية عنب. عنب.
عنب. طبعا عنب نقسمه على أربعة بنشيل البذر اللي فيه. نعم، وفي إذا ما بدكم تتغلبوا في اللي أصلا بدون بذر، في من غير بذر اللي بدكم إياه. بس أنا برأيي العنب بذر أزكى. فيه حلاوة. في حلاوة شوي. بعد ما تكون مجتمع بالدار وأهلك قاعدين وبدك تاكل عنب، لازم يطلع شوية بذر تغلب حالك. خلي المرة تتغلب بتشيل لك البذرة. الله يبارك فيك. طيب. هاي خلطنا. إذن ورق جرجير وعصير ليمون وزيت زيتون ملح وفلفل أسود وعنب منزوع البذور. تمام. شوية ليمون اسكن. اللي هو برش ليمون. برش ليمون. اللي بيحب السكر زيادة بإمكانك برش الليمون تطبخه مع سكر. بطل زاكي، شو رأيك؟ جربي حامض مع سكر بصير برضو كمان. بطلع. يلا إذن برش ليمون كمان. برش ليمون. ويفضل أصفر. أصفر 100%. وبدون اللب الأبيض عشان بدون ما يعطي مرق. عشان ما 100%. تمام. طبعا الشيف على استاد يعني قاعد. لا يا عمي حاشاك. على سلامتك ولا معلمانية فيك البركة يا شيخ. لا تحت أمرك. تمام. هيك تقريبا السلطة جاهزة. هسا في ناس بإمكانه يحط فراولة سربل، بإمكانك تحط خوخ، دراج، مشمش. نعم. أنا بحب الجرجير مع شيء فواكه. زاكي. زاكي 100%. ولا بده اي رمان بيروح مع فراوله. الطليان بيحبوه مثلا مع برمزان. صحيح. مع بلسمك. احنا العرب بنحبه مع بصل بندوره. 100%. فعد انا خلطت لك الجهتين. يلا يا سيدي اللي منك بركه. الله يسلم ايدك. ايش يا شيف شو صار عندك؟ الله يسعدك يا رب. الله يبارك فيك. هيك السلطه تقريبا جاهزة. جاهزة. إذا بدهم يحطوا نوع أجبان، برمزان تشيز ممكن. مثلاً ممكن. ممكن برش جبنة اللي بدكم إياه بطلع اللي كتير زاكي كمان. 100%. نعم. إذا نشوف واكتفى فقط بوضع العنب. يسعدك شكراً. 100%. بعد هيك. نعم. شوية بندورة. بندورة مفرومة. مفرومة. هو صحن بسيط وأنا مش مدوكر أي ولا إيش اليوم. ولا تمام. أحد ذكرني. اللي منك بركة. الله يبارك فيك. وهي كمان برش ليمون. برش ليمون على خفيف. أيوة. وهنا عندك دبس رمان. دبس رمان. طبعا أنا بحب الحموضة بالأكل. نعم. حلاوة على حموضة. على حموضة. عن ما بنكسر. بنطلع من موضوع المنسف والقدرة وال. يزعلوا علينا على السلطية. دمزلك الرشوف كمان شوي. إذا ما مطعمك عمرتي أنا مرتي من الصبح. الله يسعدك ويخليك. بنرجي لها تحية أكيد. حياك الله. الله يسعدك بارك بعمرك. الله يسلمك يا رب. تمام. دبس رمان 100%. وخلص. طيب هلا احنا بدنا نعمل هيك إجازة سريع. مرة ثانية نحكي لهم احنا اليوم في مطعم طلة جلعد مع الشيف بلال عاشور. عملنا ثلاث وصفات من تحت إيدين السيد بلال. بس احكي لنا شيف بشكل موجز وسريع. بدينا احنا لا هسا راح نبدا احنا بالسلطه مش بالكورس. يلا يا سيدي بتمون خلص خلصنا. راح نبدا بس نرجع بالسلطه. السلطه هي عباره عن جرجير فريش طبعا بتنقعيه بتغسليه مي وثلج. نعم. بتتبليه ليمون زيت زيتون ليمون ملح فلفل اسود. تمام 100%. بعد ما تتبله بحط شويه فواكه اللي بدك اياها. انا اليوم اخترت عنب حسب المتوفر. حسب المتوفر انا اخترت عنب. نعم. عنب بتحط شوي وبرش ليمون وبندوره. لقيها هسه فيها هي ثلاث شغلات عندك سويت وحلو وعندك حموضه. نعم. يعني بيطلع معك ثلاث سويت سور يعني حموضه حلاوه على ملوحه علم. بيطلع نعم. معك الكومبينيشن المحبوب عند الناس. صحيح. بعد هيك بدينا قبل هيك بدينا بالطاجن. الطاجن هو عبارة عن أكلة أرمنية دخلوها الأرمن أجمع هون على الصل. هي عبارة عن دجاج مطحون اللي هو بتوك بسموه بالطليان. نعم. بتوك مطحون مع ثومة كزبرة ملح في الفرصة ثومة. تعملي خمس دقائق على القلاية بتشوحيها. بعد ما تشوحيها بتحطيها بالطاجن تحتها مرمية بصل طحنية طرطور اللي هو معروف بالدار كفتة البيت. نعم. وبتحطي عليها بتنجان بتشويها 12 دقيقة. نعم. بتطلع 100%. طبعا أكثر من 12 أكثر من هيك بصير الدجاج بشد وبنشف بنشف ما بدك إياها. نعم. عندك اللام شوبس. اللام شوبس هو عبارة عن من أطرى قطع اللحمة بالخروف. وأنا بنصح محبين اللحمة يأكلوا اللحمة مش مسوية بالمية. ما بحبهاش مسوية. بتعمليها على فيش عندك جريل بالبيت مقلاية فيش مقلاية بتعمليها على الغاز اكثر من طريقه بتشويها شوي بصير. صحيح. بعد ما تطلعيها بتجيبها الطاجن الطاجين تحطيها بتصفطيها روزماري اوريجانو طبعا في تايم بازل بصير كمان. نعم صح. بتتبليها بعدها بتحطي ملح فلفل اسود وبتحطي عليها الترمريك زاكي
وانتهى الموضوع. أعشاب على الفرن من 10 ل 15 دقيقة على هواء محبين اللحوم اللي هو بحبها ميديوم. حسب درجة الاستواء. الاستواء. ميديوم. ميديوم ويل ولا رير زي ما أنتم بتحبوا درجة الاستواء. تمام شوف إحنا تقريبا وصلنا لنهاية المطاف وجئنا للكاميرا. سلامنا لأهل السلط بطريقتك الشفية خلينا نقول كلمة لأبناء مهنتك لأبناء مجتمعك هيك بشكل موجز وسريع. أول شيء إحنا نبدأ بأهل السلط. تفضل يا سيدي. أهل السلط لازم إحنا نخفف مناسف ونبدأ بالسلطات والجرجير. نعم. أنا بنصح كل الناس توجه للسلطة والشغلات الخفيفة. نعم. لانه احنا عندنا بالاردن هو مشاكل كثير بالسمنه وها، فبتمنى كل الناس تتوجه بالبصره. لمهنتي لاهل مهنتي انا لي 31 سنه بالعمر كله بالهذا فاتح يمكن 22 اوتيل بالعالم. بتمنى كل الجيل الجديد ما يطلع بسرعه، يعني ما يكبر بسرعه، ابدا من الصفر واطلع شوي شوي. بعدين يجي مسؤولك يقول لك سوي شغله يسويها وانت مبسوط لانه هو عنده باك جراوند عنده خبره. نعم. هو الجيل الجديد بحب الشورت كات. يس. هاي مشكله مع الجيل الجديد. التكنولوجيا شفعت شو بدنا نسوي؟ ما هي التكنولوجيا بتتعبك. نعم صح. كثرها هو اللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه مبدئيا. 100% 100%. الله يقويك. لا مين كمان اوجه لك تحيه لمين؟ اوجه تحيه لك. الله يسعدك. الله احنا يعني مبسوطين بوجودنا بينكم مبدئيا. شفنا هالوجه الطيب بوجودك. الله يعطيك الف عافيه. سعدنا دائما بوجودنا بينكم. شكرا على حسن الضيافه والاستقبال. وهيك وصلنا اليوم لنهايه برنامج يوم جديد بالساعه الاخيره فقره مطبخ يوم جديد مع الشيف بلال عاشور. جهزنا 3 اطباق مختلفه بتقدروا تحضروا الحلقه للي ما لحقها. بدي اشكر كل كادر عمل التلفزيون الأردني لوجودهم اليوم من الساعات الصباح الباكر وحتى من أمس. شكرا لوجود هالوجوه الطيبة اللي دعمونا دائما بنفسهم. يمكن إحنا واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي بيطلع أمامكم على الهواء مباشرة، ولكن اللي بيشتغلوا عشرات من الشباب الطيبة. الله يعطيهم ألف عافية جميعا. حلقتنا اليوم بإشراف السيد جمعة صمادي وإخراج حسين التيم وإعداد نادية الحنات. بدي أوجه لكم تحية وإن شاء الله دائما الله بياخذ يد الجميع لحتى نطلع دائما صورة مشرفة لهذا الوطن الكريم. كانت حلقتنا اليوم من داخل مدينة السلط الحبيبة. تحياتي من القلب للقلب لكل سلطي وسلطية عم يحضرونا. بدي أودعكم على أمل اللقاء فيكم غدا إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء. طبق جديد طبعا. باي باي. شكرا.